ليه المواقع الإباحية زادت؟ ليه مصر بقت تاني بلد في العالم أعلى مشاهدة للمواقع الإباحية؟ ليه الناس مبقتش مستمتعة في علاقتها الزوجية؟ الناس مبقتش مستمتعة في علاقتها الزوجية عشان مفيش الخبرة. برا مصر بيدرسوا اللي هو السكس وتبقى حاجة هي مش عيب. هي لو احنا العلاقة دي بين رجل وزوجته فهي مش حرام، اما لو بين يعني اتنين غرباء فهي حرام. هتقولوا لي يا امل احنا دلوقتي اكبر نسبة طلاق في مصر بسبب العلاقات المتعددة للرجل، ان هو مش لاقي المتعة الجنسية مع مراته. لازم وانت بتتعامل مع مراتك تعرف ان هي دي انت اول واحد في حياتها، فهي انت اللي عندك الخبرة وانت اللي بتعلمها. لو هي سبق لها الجواز قبل كده فهي بيبقى عندها خبرة الى حد ما، عشان احنا تربينا على العيب ما تربناش على الحرام. فحتى وانتي مع جوزك وفي العلاقة اللي زي ما ربنا قالها العلاقة الحميمة، يعني دي علاقة الحميمة دي اللي هي كده، فلازم تعرف ان دي يعني اكتر نقدر نقول بعد الاكل هي دي تاني شهوة اللي هي فدي علاقة اللي هي لازم يبقى فيها استمتاع من الطرفين. لو انا مش مستمتع هوصل للفشل. استمتع ازاي يا امل؟ انت بتتكلمي في موضوع بيخص نقدر نقول 70 مليون، ودي حقيقة مع دلوقتي السيليكون والفيلر والبوتوكس والشيب اللي هو يبقى عندها وسط صغير وعندها كل حاجة جسمها بترسم، فبيرجع يلاقي الست اللي في البيت اللي هي زوجته بيلاقيها مش مهتمة بنفسها ولا بشكلها ولا باللبس. اللي هو على فكرة يا جماعة هقول لكم حاجة مهمة، الجنس بيعتمد على حواس. أنا بتكلم في حاجة ليست حرام في حالة واحدة بس، إن أنا ما كونش ده جوزي أو تكون دي مراتي فده حرام. الجنس بيعتمد على حواس. هتقولي يا أمل هو في حواس في الجنس غير اللي هو العضو الذكري أو العضو اللي هو للبنوتة؟ هقولك أيوة، ألا وهي شم، حاسة اللمس، حاسة السمع. فاقري اسمعي روحي لمتخصصين. المهم انك انت ترضي جوزك، المهم انك انت كمان ما هي بترضيك انت كمان ازاي ترضي مراتك. احنا قلنا انها علاقة حميمة في الحلال. امل